بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنبدأ النهاردة مع بعض شرح اسطوانة التعليم في فيديو البرنامج تصميم إنشائي بركن 2.3 إعداد مهندس أيمن محمد أنديل. طبعا احنا عارفين البرنامج بروكن برنامج متميز جدا في تصميم كل العناصر الإنشائية، من سواء كانت خرسانة أو خرسانية زي البلاطات والكمرات والأعمدة او الترصات الحديد او المظلات او كتير من العناصر الانشائيه. ندخل دلوقتي مقدمه سريعه عن مقدمه عن نبذه صاحب العمل. الاسم ايمن محمد محمود انديل، السن 24 عام، المؤهل بكالوريوس هندسه مدني جامعه المنصوره مصر للمشروع تصميم منشآت الخرسانيه. دراسات العليا ماجستير هندسه انشائيه جامعه المنصوره مصر. الاهتمامات الدراسية تصميم منشآت الخرسانية وهندسة الزلازل والديناميكس. بعد كده البرامج خبرة كافية في التعامل مع استاد والساب والسيف والإتابس والروبوت والتكلا واللاند وأخيرا البروكن. لو دخلنا على تعريف البرنامج، يعتبر برنامج بروكن من افضل البرامج التحليل الانشائي لما يتميز به من سهولة التصميم لكل من البلاطات والكمرات والاعمدة والاساسات، ويقوم بعمل التحقق من قيم قوى القص والاختراق زي تشيك التشير وتشيك البنش للقواعد والبلاطات والتأكد من مقاومة القواعد لزوم الانقلاب والانفلات زي سليبنج وسلايدنج والاوفر تيرنج، كما يقوم بحساب كمية التسليح لكل من العناصر ورسمها، مما يتيح لنا فرصة ارسالها الى الاوتوكاد واضافة التعديلات، كما يقوم بعمل نوتة حسابية كاملة بها جميع خطوات التصميم والكود المستخدم، بالاضافة الى خصائص المواد الداخلة في التصميم. لو دخلنا على example number one او الدرس الاول عندنا النهاردة، عبارة عن isolated footing وهي القاعدة المنفصلة. ده شكل القاعدة. لو خرجنا من الباوربوينت وحبينا ندخل على البرنامج بتاعنا، ده شكل برنامج بروكن. هنفتحه ونضغط عليه مرتين بيفتح البرنامج معنا. في البداية نتعرف على القوائم analysis steel connection concrete. دي القائمة اللي انا هبدأ بها درس النهاردة، وهي عبارة عن عدة منشآت اصممها زي سلاب وبلاطة بها فتحة وعمود مستطيل عمود دائري عمود ايا كان قطعه وشكل حائط وقاعدة. ده هبدأ بيها النهاردة اللي هي البيز ديزاين. اضغط عليها بيفتح لي مربع خاص بتصميم القاعدة. اولا بيطلب مني حاجة اسمها الانبوت او قائمة الانبوت، وده هيخلينا نتعرض ليها في الباوربوينت. المطلوب عندي في المثال هو عمل تشيك على الاوفرتيرنج وسلايدنج والبيرنج كابستي. دي طبعا التلات شيكات اللي احنا بنحصرها دايما او بنحصر شغلنا فيها في الاساسات. يعني لو عملناها من هذا البرنامج يبقى هيسهلنا علينا كتير جدا، وكذلك ايجاد كميه حديد التسليح المطلوبه. في البدايه عايزين نتعرف على المعاملات اللي احنا اتفقنا عليها. هندخلها في شاشه اللي هي الانبوت. البيس لينس هو قياس طول القاعدة في اتجاه X، وهندخله بتلاتة متر. اول حاجة البيس في اتجاه X تلاتة متر. لو دخلنا الاتجاه Y بتلاتة متر بيرسم لي القاعدة. طب بعد كده هيطلب مني ايه؟ قلم 1 وقلم 2. قلم 1 لو انا شغال قاعدة isolated footing يبقى عمود واحد، قلم 2 لو هعمل combined footing وهنتعرض ليها في درس تاني ان شاء الله يبقى قلم 1. السي يعني اتجاه العمود في طول العمود في اتجاه اكس، هندخله بسبعة من عشرة. رجعت الباور بوينت، سبعة من عشرة في اتجاه اكس وسبعة من عشرة في اتجاه واي يبقى سبعة من عشرة، وانتر. انزل على اللي بعد. طبعا لو رسمت سبعة من عشرة بس هيحطها لي على شكل عمود او دائري. ليه؟ لان انا قلت سبعة من عشرة بس يبقى هيرسمها لي على شكل قط. طب قلت له سبعة من عشرة كمان في اتجاه واي اصبح مربع. طب لو عايز اعمل اكسنتريستي في اتجاه اكس او ارحل السي جي بتاع العمود عن السي جي بتاع القاعدة مسافة معينة وليكن
نص متر، هاجي ابص الاقي العمود اترحل نص متر. طب قلت له كمان متر في اتجاه واي، يبقى العمود اترحل نص متر في اتجاه اكس ومتر في اتجاه واي. اصفر الكلام ده، عايز اعمل عمود تاني او اخلي الكلام ده كومباين، ببساطة جدا هدخل ابعد العمود وليكن برضو 7 من 10 و7 من 10 كمان مرة، ومثلا على اكسنتريستي متر مثلا من الاكس. اجي ابص الاقي رسم لي عمود تاني، طبعا انا مش محتاج الكلام ده، وقلنا هنشرحه قبل كده في الحلقات الجاية. تمام، يبقى انا مش محتاج الكلام ده، بدلته ديليت. يبقى ستوب قلم هايت يعني ارتفاع العمود اللي انا هعمله ملحق بالقعدة، هخليها 1 متر. بعد كده البيس ديبس، طبعا اي حاجة بعملها دلوقتي هتترسم. البيس ديبس يعني السكنس القعدة 70 سنتي. بعد كده اشوف، ايوه فعلا رسم سكنس القعدة. بعد كده السويل كوفر يعني التربة بتغطي القعدة بقد ايه، هقول له 80 سنتي تربة. جميل، رسم لي فعلا 80 سنتي تربة. بعد كده الكونكريت دنستي كثافة الخرسانة هقول له 25، كثافة التربة هقول له 18، سويل فريكشن انجل هراجعها من باور بوينت، سويل فريكشن انجل، وزاوية احتكاك الداخلية للتربة من اجل حساب الاجهادات السلبة للتربة هناخدها 22 درجة. 22 درجة. البيس فريكشن كونستانت هو الثابت او معامل الاحتكاك بين القاعدة وسطح التربة، ده بناخد 4 من 10 في هذا المثال، ناخده 4 من 10، مش موجود عندنا اقدر اكتبها انا من الكيبورد. بعد كده الريبر ديبس، لو عرفنا عن ايه الريبر ديبس، الريبر ديبس هو عبارة عن الغطاء الخرساني زائد نص قطر حديد التسليح سواء كان العلوي او السفلي. لو جينا وعملنا رسمة بسيطة للكلام ده وقلنا ده التسليح العلوي ده التسليح السفلي، لو جينا قطعنا السيخ من نصه وخدنا المسافة من نص السيخ الى الفوق الى سطح الخرسانة، يبقى الكلام ده اسمه الريبر ديبس توب. اما لو اشتغلت من تحت ريبر ديبس بوتوم، المسافة دي هدخلها 50 ملي او 5 سنتي، يبقى ندخل اتفقنا ندخل دي كلها خمسينات. تمام، بعد كده الالتيميت ليميت ستيت اوفر تيرنينج دي بدخلها، لو هي الالتيميت ليميت ستيت اوفر تيرنينج بدخلها 9 من 10، لو الالتيميت ليميت ستيت سيلف ويت الكلام ده مدخله، لو سيلف ويت ادخله 1 و4. الماكسيمم بيرنج كاباسيتي اوف سويل دي هدخلها 350 كيلو نيوتن على المتر المسطح. بعد كده الفاكتور اوف سيفتي للاوفر تيرنينج بدخله بواحد، فاكتور اوف سيفتي لسلايدنج بدخله بواحد، يعني معامل الامان بالنسبه للتزحلق للقعده. الاف سي يو او الكومبريسيف سترينث للخرسانه بالنسبه للقعده 30، بالنسبه للعمود 30، بالنسبه للاف فيلد للحديد خليها 450. يبقى كده احنا خلصنا اول قايمه وقايمه الانبوت. هنخش على تاني قايمه وهي عباره عن قايمه اللودز. عندي اللود كيس، هدخل لود كيس نمبر 1، الكولم نمبر طبعا عندي عمود واحد هيبقى عمود رقم 1، ال اف يو ال اس اوفر تيرنينج هدخلها من الباوربوينت اهي، هتبقى 1.6 و1.6 من 10. في حالة هنقسمها الى جزئين هيبقى 1.6 وبرضو 1.6 هنا، وهندخل هنا القوة الافقية او ال HX، وهي عبارة عن الهوريزونتال فورس في اتجاه ال HX. لو جينا بصينا عليها عبارة عن القوة الأفقية في اتجاه X اللي بتأثر على العمود، ال HY القوة الأفقية في اتجاه Y، ال MX المومنت في اتجاه X، ال MY المومنت في اتجاه Y وبيأثر على القعدة. يبقى أنا كده هدخل له كل الحاجات دي عشان برضو أحس بالتغيير. هقول له 23X و12Y، 23X و12Y، ومومنت في اتجاه X هدخله بيساوي 500، ومومنت في اتجاه Y هدخله
سالب 19. عايزين نقول معلومة ان دايما المومنت بيبقى باتجاهه اللي البرنامج فرضه، يعني ام اكس دلوقتي باتجاه الموجب، لو انا قلت له سالب ام اكس المفروض اللي هو بيبقى عكس السهم، بيعكس السهم، مظبوط. يبقى هندخله المرة دي 500. طب بالنسبة للاكسيال لود او الحمل الرأسي هدخله ايه؟ 1000، وهديله 9 من 10 و4 من 10 زي ما اتفقنا. يبقى ده 1000 بالنسبة للاكسيال لود، 1000، وهقول له 9 من 10 و4 من 10. لاحظين طبعا معاملات التكبير بالنسبة للأوفر تيرنينج أو في القوة الأفقية والمومنت بتبقى أكبر من القوة المحورية أو القوة الرأسية، لأنها كده كده أكسيال لود مش هتعمل لي مومنت. يبقى كده أنا خلصت الجزء الأول الخاص بالإنبوت والجزء الثاني الخاص باللودز. هدخل له اسم القاعدة وليكن RC floating، وهقول له الكلام ده احسب لي، مثلا احسب لي الكميات ويحسب لي قيمة الكوست بتاعتها، التكلفة بتاعتها. هقول له مثلا المتر مكعب خرسان بيكلف مثلا وليكن 150 جنيه، والحديد الطن مثلا 3000 جنيه. اوبتمايز، واقول له بعد كده خش لي على قائمة ديزاين. لو بصينا على قائمة ديزاين، قائمة ديزاين فيها اكتر من جزء. بالنسبة للجزء الخاص بالتشيكات فهو هيعمل لي تشيك على البنش وتشيك على الشير. اولا تشيك على الشير او تشيك على الفاكتور اوف سيفتي، السلايدنج اكبر من 1 زي ما احنا شايفين، بالنسبة للاوفر تيرنينج اكبر من 1 في حالة SLS وفي حالة Ultimate Limit State، ونفس الكلام برضو السويل بريشر برضو سيف، والسويل بريشر في حالة اليو ال اس برضو سيف. طب امتى ما تبقاش سيف؟ لو حصل ان اي رقم من ارقام اللي عندي هنا ظهرت باللون الاحمر، ده معناه ان احنا محتاجين نعدل احد المعطيات. مثلا لو كان عندي البونش شير باللون الاحمر يبقى انا محتاج ازود سيكنس القاعدة. لو اجرينا تجربة قلت له زود لي مثلا او قلل لي سيكنس القاعدة مقداره، مثلا البيز ديبس مثلا خليه 30 مثلا، وهقول له وريني الديزاين. البنش هنا بيشتكي قدامي اهو، شايفه باللون الاحمر، واللانير شير برضو نفس الكلام بيشتكي باللون الاحمر. طب لو رجعت تاني وزودت سيكنس القعدة وقلت له القعدة اللي عندي دي سيكنس بتاعها 70 سنتي مثلا، واخش تاني على الديزاين كله تمام بس الشير برضو لسه باللون الاحمر، طب ازود سيكنس القعدة وليكن مثلا 90 سنتي، ونفس الكلام اخش على الديزاين. يبقى كده برضو انا كده شيكت وكده كل الارقام باللون الاسود، يبقى انا كده فعلا وصلت لحالة السيف، والاوفر تيرنينج وسلايدنج تمام اكبر من 1. يبقى انا كده خلصت حساباتي. هبص على الديجرامز اللي عندي، الماكسيموم مومنت بوزيتيف دايما بيبقى تحت، وده الشكل بتاعه. لو عايز اعمل زومنج على الكلام ده ببساطة جدا هقول له زومنج، واخد الكلام ده واقول له بالنسبة لي الخط المنقط ده عبارة عن ماكسيموم شير، اما الخط المنقط اتنين دوت عبارة عن الماكسيموم مومنت الموجب، وده بيبقى تحت. اما الماكسيموم مومنت السالب زي ما احنا شايفين باللون المخطط على شكل ناقص. بعد كده لو دخلنا على حاجه اسمها الكالكوليشن شيت او النوته الحسابيه، دايما بحتاجها في مشروعات اللي عندي، بتديني كل حاجه دخلتها للقعده او الانبوت داتا الجيفن، واللود كيسز طبعا جدول ظريف جدا بيوضح لي كل اللودز اللي عندي. طبعا ادخل اسم المشروع، اسم العميل، واسم الشركة. بعد كده بيدخلني على شكل القعدة، وبعد كده اللودز اللي على القعدة، الاسترسز اللي طلعت عندي على القعدة، البيرنج كاباسيتي للتربة. بعد كده هقول له هات لي البيندنج سكيدول،
بالنسبة للبيلدنج سكوديول، طبعا هنا ملاحظين بيس لينز 3 و4، والبيس انا طبعا عايز اخلي الكلام ده كله بتلاتات، هقول له 3 و3، واقول له كالكوليشن شيت، طبعا هيغير لي فيها بقى 3 و3. لو قلت له بيندنج سكيدول، في كذا نوع او كذا شكل للتسليح. لو قلت له الشكل ده بيعمل لي اللي هو رجل من هنا ورجل من هنا، لو قلت له الشكل ده بيعمل لي رجلتين، وده الشكل اللي بنحتاجه في الكود المصري بتاع رجل ورجل. واضح دلوقتي اللي هو مطلع لي حديد بالنسبة للتوب بار، يعني حديد في الشبكة العلوية وحديد في الشبكة السفلية. زي ما احنا شايفين ده حديد العمود. لو خدناهم جدول جدول، يبقى البندنج سكوديول باراميترز ده اسم البندنج سكوديولز بتاعت التسليح، تمام. هناخدهم واحدة واحدة. الجزء الاول خاص بالتسليح السفلي وهو البوتوم اكس دايركشن، وشايفين اللي هو واي 25 على سبيس 400. ممكن اقلل السبيس دي ونخليها مثلا 200 ملي، تمام، ونغير ونبص على الرسم. هنا 8 واي 25، 8 واي 25، لو غيرناها تبقى 15 واي 25، يعني قللت السبيسنج فزادت الضعف. ونفس الكلام برضو هقلل دي، خلي السبيسنج 25 او 200 برضو، طبعا هيزيد عدد الاسياخ. نفس الكلام هنا بقت 15، هخلي كله ب200، تمام، وده برضو ب200. كل ما اقلل السبيسنج بيزيد عدد الاسياخ، تمام. المسافة فيها انا عندي ريبر مليمتر مربع على المتر، لازم مسافة الانترد تبقى اكبر من الريكوايرد واكبر من النومينال. طول ما انا الانتر اكبر يبقى المسألة صح. طب لو انا مثلا قللت الكلام ده مثلا خليته 100 مثلا، نفس الكلام لسه مظبوط. طيب لو خليت الكلام ده 10، يبقى احنا ملاحظين دلوقتي ان الجزء ده بيتغير بتغير اللي انا بدخله له هنا. ايوه، يبقى الجزء ده بتغير بالتغير اللي انا بدخله هنا. لذلك انا بثبت السبيسنج على 200 ملي وهو بيعد لي الاسياخ بتاعتي، تمام. بعد ما نخلص التظبيطات بتاعت السبيسنج هنخش على القائمة اللي بعد كده، وهي خاصة بالمينز بار او الاسياخ الرأسية بالنسبة للعمود. طبعا احنا عارفين العمود جاي له اكسيال لود نتيجة الحمل اللي واقع عليه. الاكسيال لود ده بنترجمه الى احمال، بنترجمه الى تسليح، وفي نفس الوقت بنعمل برضو الكونكشن بين العمود والقاعدة. بيقول لي شكل الاسياخ اس تيوب او نو نان او سي اول، لكن انا هختار من نوع الاس. المين بار 4 واي 40 والميدل بار 2 واي 32. ممكن اغير القطر زي ما انا عايز، اخليه مثلا 20. بيتغير معايا تبعا للكلام ده الرسم. زي ما احنا شايفين هنا دول الاربعه اللي هو حطيتهم بتوع المين ستيل، اما الاثنين اللي في النص دول بتوع القوه الافقيه. ميدل بارز فيرتيكال فورس 22 والميدل بار هوريزونتال فورس 232، اللي هم الاثنين دول. يبقى دول 22 و22، ودول 232، ودول الاربعه 40 اللي احنا شايفينهم قدامنا. بعد كده هقول له اللاب لينس فاكتور 45، لينك ديامتر 10 ملي، واللينك ويدث 640، ونمبر اوف لينك 3. بعد كده كولوم نيمز، سمي اسم العمود زي ما انا عايز. ممكن اغير شكل الشبكة العلوية، نفس الكلام لو بصينا على الرسمة هنا شكل الشبكة العلوية ممكن اغيره،
زي ما انا عايز. انا افضل الشكل ده عشان هو ده الموجود في الكود المصري. بعد كده لو عايز اعمل generate schedules او اصدر الكلام ده للاوتوكاد ببساطة جدا هقول له generate schedules، هيقول لي اوكي اوكي، هيفتح لي رسمة عبارة عن صورة مرسومة بالاوتوكاد جاهزة للطباعة في اي وقت، وعليها الداتا الفول داتا الخاصة بالرسم بتاعي زي ما احنا شايفين، 15 سيخ قطر كذا مسافات 200، 15 ليه 200؟ لان انا قلت 300، 300 على 15 تديني 200 ملي اللي هي السبيسنج بين الاسياخ. نفس الكلام لو دخلت على القلم مرسوم بالكنات بتاعته، ولو نزلت تحت شكل القاعدة وحديد التسليح بتاع العمود داخل في القاعدة وشكل التسليح العلوي والسفلي والعمودي عليهم المتقاطع معهم وكده، يبقى احنا خلصنا اول حلقة من حلقات برنامج البروكون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.